جات اكشوان قبل من آية، حيدنا من وزرق، جات اكشوان. احكي لي الواقعة ديال اكشوان، كيفاش اكشوان جات؟ غادي داروا معايا السجاب، قالوا لي غدوي لنا على واحد المرض، هما بداو كيهضروا بفرونسي الدراري اللي خدامين معاكم. اكش ا اكش ا، ما عرفتش كي كانوا كيقولوا لها في الاول اكش ا اكش ا. انا عاديز، قلت لي خويا انا راه الكلمه ما دخلتش ليا لعقلي، قلت لي هز الكاميرا وانا راه غندوي على هاد المرض. صافي، فاش قلت اكش وان اكن وان عجبات المغاربه. بين ليلة وضحاها أصبحتي من مشاهير الويب. ربي الا بغى لك شي حاجه راه واخا، واخا تهزك السهرس تقدر دير البوز. مشيتي نعسي فقتي لقيتي راسك داير البوز، شنو دار مصطفى؟ شنو دار مصطفى؟ ما دار والو مصطفى، هما اللي اشنو داروا؟ شكون هما؟ الناس اللي تكلفوا بزاف د الحوايج. مصطفى اصبح داير البوز. واخا، شنو هاد الناس شنو داروا لك؟ اصبح لقى الطونوبيلات ديال الفنانه حدا الدار. جينا جاو عندك فنانه؟ ما كانت عندي حتى باش نعمر بوطه صغيره، جزيل الشكر لهم. شنو جاو يديروا عندك؟ جاو يطلعوا على الموجه. وجزيل الشكر لهم. هذاك الشيء اللي كاين. هذاك السيد دار بوم، تخلقات واحد البروباغندا بكلمه، نمشيو عنده شي عنق ويبوس. عينتي شتك ما بقيتيش قادر. لا بالعكس، مشيت جبد لي هاد الشيء هذا تبلوكا شويه. ياك، شكون هاد الفنانين اللي جاو عندك؟ لا داعي لذكر الاسماء، جاو بزاف. انت ما كتسبهمش، اليوم جاو عندك فنانين. جاو جاو جاو، كاين اللي عطا لهم فولوب، كاين اللي هذا الشيء راه ما عمرنا شناه في الويب. متفقه معايا؟ بمعنى؟ بمعنى هادشي داروه بينك وبينهم. بمعنى بيبليسيتي. انت كدير لهم اشهار ولا هما اللي كيديروا بك الاشهار؟ بان الفنان تيجي يعطيك لونفولوب. تيمثل قدام الكاميرا. باغي دير فيا خير تعطيني لونفولوب، غدير فيا خير. ما يعطيش قدام الكاميرا ياك؟ ها؟ وما تعطيهش لي كاع قدام الكاميرا، غتجي دير لونفولوب وتعطيه لي. علاش تعطيه لي؟ هذاك لونفولوب بلا ما تشهر سير فرقوا على اليتامى ولا في الزنقه ولا ما يعطيهش لك انت. انت كتشوف انه كاينين ناس في الزنقه في الشارع اولى منك. انت راه خدام، تقعد شويش على الميكرو مصطفى باش ما يصدرش الصوت اللي سمعنا. فهمتيني ولا لا؟ كتعطي لونفولوب، حنا شنا فنان عطاو لونفولوب باش يغنيو في ذاك العرس، حيت العرس عليه العدسات بزاف. حنا باقي ما وصلناش للعرس مصطفى. انا هكا ندوي معاك في هذا الاطار ديال علاش هما عطاو لونفولوب. خليني معاك خطوه بخطوه. مرحبا. جاو عندك فنانه حيت شهرتي على كلمه اكشوان. تعاملوا معاك، عطاوك هدايا، عطاوك فلوس. ماشي انا ما تعطاو فلوس لونفولوب، لونفولوبات تعطاو، لونفولوب فيه 5000 درهم 6000 درهم تعطى لونفولوب. يعني داك لونفولوب كنقول انا الخيرية اولى مني، كاين الناس محتاجة اولى مني. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.